نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أخوي ردت عمل قطايف السورية شوية العمل. شنية؟ القطايف السورية. القطايف السورية. القطايف السورية صار. شكرا لاتصالك يا تيم. طبعا القطايف تنشهر برمضان والعجينه مالتها سهله وسلسه، تحتاج حليب اضافه الى الطحين والمي، تضربهن ببلندر او هي قريبه ايضا للعوامات، وتنقلي عندك بطاوه، تعوف العجينه ترتاح وتصبها صب، القوام مالتها ايضا يكون مثل ما يقول سائل، تخليها بطاوة على نار وسط بس ينقلي عندك الظهر، وتبدي الفقاعات تظهر على الوجه، تقدر تشيلها للحشوة، تقدر تستعمل أي قشطة، أي نوع حلويات، أي نوع كريمة تقدر تحشي بيها وتشكل براحتك. شكرا لاتصالك يا